برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه منورني كابتن أشرف ممدوح. وكلام كتير عن النادي الأهلي الفترة الحالية، احنا في أهم فترة في الموسم يا كابتن، بنتكلم على مباراة النهائي الإفريقي الأهلي والزمالك. إزاي تقرأ المباراة دي فنيا؟ مباراة صعبة، يعني خلينا نتفق، وأعتقد جمهور الأهلي والزمالك حسوا الفترة الأخيرة إن الأهلي والزمالك الحمد لله فايقين الفترة الأخيرة، وده إدى مساحة كبيرة لكابتن حسام البدري إن يكون عندنا عدد كبير من لاعبي الدوري المحلي موجودين في القوائم الرئيسي لمنتخب مصر، والحقيقة دي ما حصلتش يعني بقالها فترة طويلة. أعتقد إنه الأهلي الفترة الأخيرة الحمد لله فايق بشكل كبير بطولة الدوري، 33 مباراة، 27 فوز، 5 تعادلات، مباراة وحيدة خسارة، أفضل خط هجومي 71 هدف، وأفضل خط دفاعي 8 أهداف يعني تلقاها بس مرمانة، وبالتالي النادي الأهلي في أفضل فتراته فنية. مش هنتكلم بس على المستوى الإحصائيات، ولكن يمكن شوية الفترة الأخيرة كنا بنتكلم على مستوى الاستحواذ داخل الملعب فنيا. ريني فايلر قبل ما يتولى بتسوميني الإدارة الفنية كان بيلعب بشكل كبير على الاستحواذ، نسبة الاستحواذ النادي الأهلي أو لاعبي النادي الأهلي في خط وسط الملعب، إنه يكون في استحواذ بشكل كبير جدا للاعبي النادي الأهلي، وبالتالي لاعبي النادي الأهلي الفترة الأخيرة أو الموسم الأخير كان في فترات استحواذ كثيرة جدا، كان في كرة حلوة بنشوفها، جماهير النادي الأهلي استمتعت مع النتائج بالأداء كمان المميز للاعبي النادي الأهلي الفترة الأخيرة، في جماعية كبيرة جدا في الأداء، في ضغط كبير جدا على المنافس، وبالتالي النادي الأهلي قدر يحسم البطولة قبل نهايتها بعدد كبير من الأسابيع. أقرب المنافسين كان بعيد جدا بسبع أو ثمان أسابيع، وبالتالي النادي الأهلي على المستوى الفني في الدوري المحلي كان رائع جدا وحسم البطولة بشكل كبير جدا قبل نهايتها. على المستوى الإفريقي كنا متخوفين الحقيقة بشكل كبير، خاصة أنه الفرق المغربية كانت يمكن يعني الوداد والرجاء من افضل الفرق في افريقيا مش بس في المغرب، وكان في تخوف كبير جدا جدا من ان المباراه تكون هناك في ظل عدم الدعم الجماهيري هنا كمان للنادي الاهلي او حتى على مستوى نادي الزمالك، وبالتالي الفرقتين يمكن الوداد والرجاء كانوا مستواهم في نهايه البطوله، وده ساعد كتير النادي الاهلي انه يقدر حقيقة بدنيا يكون واقف، انه كان في صراع كبير جدا 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 بين الوداد والرجاء على بطوله الدوري المغربي في حتى نهايه الاسبوع الاخير في الدوري. الرجاء قدر يحسمه قدر يحسم نقطه. صحيح، وبالتالي كان في منافسه كبيره جدا جدا حتى اخر اسبوع، وده يمكن ارهقهم شويه. قدر بتسوميني الحقيقه انه يعمل الروتيشن للاعبي النادي الاهلي، وقدر انه يصل بالتشكيل مميز جدا جاهز بدنيا وفنيا على اقصى درجه في مباراه الوداد هناك وفي مباراه الوداد هنا، وقدر النادي الاهلي الحمد لله ان يحسم المباراه بشكل رائع جدا اداء ونتيجه. مباراه الزمالك على المستوى الفني انا شايف الحقيقه ان الفرقتين في هذه الفتره متقاربين جدا في المستوى، يعني في النادي الاهلي في عدد من اللاعبين مميز جدا جدا في المستوى الفني، بنتكلم عن من خط الظهر رغم ان الاصابات كتير، ولكن يعني علي معلول، ايمن اشرف بشكل رائع جدا مميز مع النادي الاهلي الفتره دي، الشناوي طبعا حارس مصر افريقيا في الفتره الاخيره، بنتكلم عن ياسر ابراهيم، محمد هاني في خط الوسط السوليه، واليو ديانج، الحقيقه الاثنين بيؤدوا عمليه الدفاع والهجوم والروتيشن اللي بينهم في عمليه الدفاع والهجوم بشكل رائع جدا جدا، وده بيدي سيطره واستحواذ في وسط الملعب بعملية التمركز الرائع جدا للسولية وأليو ديانج في وسط الملعب. أفشة مميز جدا جدا الفترات الأخيرة الحقيقة، ويمكن الثقة اللي اكتسبها من بيتس وماتسوميني في الفترة الأخيرة اديته فرصة للإبداع، يعني شايف أفشة في الفترة الأخيرة بيبدع، مش بس بيدي أكتر ما عنده ولكن بيبدع كمان، بنشوف أهداف مميزة جدا، لمساته للمهاجمين كمان كانت مميزة جدا الفترة الأخيرة سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر. أفشة من أكتر